إبداعات غيرت وجه التاريخ. لا يخفى على أحد أن ثمة أمثلة كثيرة من المبدعين عبر تاريخ البشرية. هؤلاء المبدعون ضربوا أروع الأمثلة وأرقاها في كيفية الاستفادة من النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على الإنسان، ألا وهي نعمة العقل والتفكير. وتختلف مجالات الإبداع عند أولئك المبدعين، فبعضهم قد استخدم عقله في غرس القيم والمبادئ، وبعضهم استخدمه في خدمة البشرية، وبعضهم في نماء عمله التجاري أو الاقتصادي. وفي هذا المقام سوف نضرب بإذن الله تعالى العديد من الأمثلة على إبداع المبدعين. والهدف من ضرب تلك الأمثلة حتى يعلم الجميع أن الإبداع ليس شيئا معقدا أو مستحيلا، بل هو أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى إعمال العقل والثقة بالنفس، وقبل هذا وذاك التوكل على الله والاستعانة به. إبداع البخاري. لقد أبدع الإمام البخاري في علم الرجال، حتى أن كتابه الجامع الصحيح يعد أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، حيث جمع فيه أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قام بتحقيق هذه الروايات وإقصاء الضعيف والموضوع منها، وذلك بعد دراسة علمية وعملية دقيقة لرواة هذه الأحاديث واحدا واحدا. لم تعرف أمة في التاريخ ولا توجد الآن على ظهر الأرض وفقت لاختراع فن مثل فن علم الرجال، الذي نستطيع بفضله أن نقف على ترجمة 500,000 أي نصف مليون من الرجال. ولقد كان العلماء بما اتصفوا به من صلاح وتقوى وصبر لديهم قوة الذاكرة وشهامة للعلم وحرص زائد على اقتباسه والتقاطه من مواضعه، وقد قويت ذاكرتهم لاعتمادهم عليها حتى صدرت منهم الخوارق. ومن أعجب ما روي في ذلك ما أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري عن أبي أحمد بن عدي الحافظ عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح، قال: عندما قدم البخاري إلى بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأحاديثها ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس فحضروا حتى إذا اطمأن المجلس بمن فيه انتدب رجل من 10، فسألوه عن حديث من تلك الأحاديث فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب رجل آخر من 10، فسأله عن 10 أخرى وكان يقول في كل مرة: لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى إتمام 10، فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث إلى آخره. فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأقر الناس له بالحفظ. قال الحافظ ابن حجر بعدما حكى هذه القصة: قلت: هنا يخضع للبخاري، فليس العجب من كونه رد الخطأ إلى صوابه، فإنه كان حافظا، بل العجب كل العجب من حفظه الخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. إبداعات جابر بن حيان. جابر بن حيان هو أحد العلماء الذين أسهموا في الحضارة الإنسانية، ويلقب بأبي الكيمياء، فقد وضع أسسها، وهو أول كيميائي في العالم استعمل الميزان في تجاربه العملية. وقد ولد ابن حيان في مدينة طوس
عام 721 من الميلاد، وهو من قبيلة أزد العربية، ويعتبر أول من اكتشف نظرية السعير، وهي التي تنص على أن الأجسام القابلة للاحتراق عندما تحترق ينطلق منها السعير في شكل لهب أو ضوء أو حرارة. كما يعتبر ابن حيان أول من توصل إلى قانون الاتحاد الكيميائي الذي أعاد صياغته العالم الكيميائي الإنجليزي جون دالتون عام 1808، أي بعد 1000 عام من جابر بن حيان تقريبا. وقد ألف جابر بن حيان كتبا عديدة في اللغة والبيان وفي السموم والأدوية وفي صناعة الأكسيد والذهب وفي الطب وعلم الفلك والرياضيات والفلسفة. وفي القرن 13 ذاع صيته في أوروبا بعد أن ترجم الكتب العربية إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوروبية، وقد بلغت أعداد كتبه 122 كتابا. ويعتبر جابر بن حيان أول من استخرج حامض الكبريتيك من الزاج الأزرق ودعاه بزيت الزاج، وهو أول من اكتشف الصودا الكاوية، وأول من اكتشف حامض النيتريك والهيدروكلوريك، وعمل من مزيجهما ماء الذهب الماء الملكي. ولجابر موسوعة من الكتب الكيماوية، كتاب الخواص الكبير.